الحرب الأخيرة يعني أنا سميتها غصة في القلب. يعني بالنسبة إلي كان فيها كتير أشياء صعبة. أصعب إشي اللي لكل العائلة بتستشهد وبضل شخص، وهذا الشخص يعني لما أنت بتشوفيه وهو قاعد بتألم قاعد بتحسر، يعني ما قدرتش أمسك دموعي، يعني بكيت معهم، يعني حسيت بالقهر اللي هم عايشين فيه. لما في الثلاجات لما يلفوا الأم وولادها المنظر مش عارفة، يعني ما أعتقدش أن أنا أقدر أنساه. كتير أثر فيها من كتر ما هو يعني غير إنساني يعني بحقنا. يعني صابرين الترتور 38 سنة بشتغل باحثة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. بديت العمل مع المركز في 2007 بالحرب الأولى 2008، كنت حامل في الشهور الأولى. بدت هنا الخوف إني أنا بطلع وأنا حامل، وكان القصف عشوائي في كل مكان، وطبعاً شغلي بتطلب إني أي مكان بيصير فيه قصف أو حدث لازم أنا أكون موجودة فيه. البحث الميداني وحدة من الوحدات الخمسة الموجودة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقوم برصد وتوثيق جميع الانتهاكات الموجودة في المجتمع الفلسطيني سواء على الأجندة الإسرائيلية أو الأجندة الفلسطينية. طبيعة عملنا صعبة، تتميز بالدقة وبالحيادية وبالمسؤولية وبالشفافية. لازم أنت علشان تقدر تطلع بخلاصة للحدث اللي حصل لازم يكون هناك في دقة وتحري. أهم ميزة من مميزات البحث الميداني الصدق أو المصداقية. المصداقية هذه بدها مزيد من التحري، بدها مزيد من الأسئلة، بدها مزيد من البحث والتدقيق حتى تكون المعلومة دقيقة ولا نكون يعني عرضة لأن ننشر شائعات أو أخبار مغلوطة. طبيعة عملي هو رصد الانتهاكات الإسرائيلية الفلسطينية ورصد الانتهاكات الفلسطينية الفلسطينية. طبعا اشتغلت أنا 4 حروب. أنا بحب عملي كتير، بعتقده أنه عمل البحث الميداني هو للرجال فقط. بالعكس لما بأروح على بيوت الضحايا، وخصوصا لما بتكون الضحايا نساء وشهود عيان نساء، أنا بشوف المرونة في التعامل معايا أكتر وفي سهولة في التعامل. بتذكر كان يوم 27 في 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صارت ناس تهرب من حي الشجاعية نتيجة إطلاق القذائف من قبل قوات الاحتلال ومن قبل طيران الاحتلال على الناس بشكل عشوائي. كانت الأمور صعبة إني أنا أوصل للمناطق اللي تم فيها إطلاق القذائف، فأجيت هنا عند ثلاجة الموتى وقسم الطب الشرعي. ما كنت متخيلة إنه أنا حلاقي هذا العدد الكبير من الشهداء، ما كنت متخيلة إني حلاقي هالجثث لأطفال، جثث لنساء. تلبكت وضلتني مصدومة من الإشي اللي شفته، يعني ما تخيلت، ما كنت راسمة هذا الإشي إنه أنا بدي أشوفه. كان كتير المنظر بشع، هذا المنظر ضل ملحقني يعني حتى هو لليوم هذا. قديش اللي في فترة الحرب مرر عليها، لكن أنا هذا المنظر مش قادرة أنساه، مش قادرة أتجاوزه. كنت أطلع بدري، بناتي يحاولوا يعني إنه لا خليكي حوالينا. لما أروح طبعاً هم يعني يستقبلوني زي لكني أنا جاية من السفر. حاول أقعد معهم أكبر وقت ممكن، نقعد نتحدث، نحكي قصص، أحاول أخرجهم من مود الخوف والقلق. غير إنه طبعاً هاي حرب وهم سمعين كل القصف، لكن هم كمان بزيد قلقهم إنه أمهم بتشتغل في هذا الإشي. صابرين شكلت حالة جيدة جداً وكانت نموذج مشرف لعمل الفتاة الفلسطينية اللي عندها إيمان كامل بقدرتها وبقوتها، وعندها إيمان كامل بالعمل اللي هي بتقوم فيه وأهميته وفاعليته. فكانت يعني نموذج حي وصارخ للمرأة التي تستطيع أن تتحدى الظروف المجتمعية من أجل الإيمان بفكرة حقوق الإنسان، ونجحت وبامتياز في هذا المجال. أنا فخورة إني
ضمن فريق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. عملي كباحثة في رصد وتوثيق الانتهاكات، هذا بيساعد على كشف جرائم الاحتلال من خلال التقارير اللي بنكتبها والإصدارات اللي بتخرج عن المركز.